ازيكم يا بنات، انا شيري. النهارده هكلمكم عن كل منتجات ايفا، بس عن المنتجات المخصصه للشعر. اول حاجه اللاين بتاع الو ايفا، طبعا انا اتكلمت عنه كتير، وانا تقريبا من اوائل الناس اللي اتكلمت عنه وقلت عنه ان هو كويس ومش بيوقع الشعر وسعره رخيص وبيرطب الشعر وبينظف الشعر وحلو جدا. الشامبو والبلسم حلوين قوي. انا بدور على فكره على حمام الكريم وبديل الزيت، بس مش لاقيهم في اي حته خالص خالص، وعن الماسك كمان بس مش لاقيهم خالص. الشامبو والبلسم حلوين قوي قوي، بس هما كريمي قوي، فمحتاجين ان هما يتغسلوا من الشعر كويس. بعد كده اللاين برضو، ده لاين من ايفا، في ايفا وفي الو ايفا، الاتنين تبع ايفا. ايفا بقى اللي هو بزيت الارجان برضو كان كويس، هو اغلى وحلو وبيرطب الشعر وبينظف الشعر وبيعالج الشعر شوية، مش قوي، مش علاجي قوي طبعا لانه منتج تجاري، بس يعني لو فيه تقصيف خفيف بيبقى حلو. انا شايفة ان الو ايفا احلى وارخص، بس برضو ايفا كويس. في برضو المجموعة بتاعت ايفا اللي بالكيراتين برضو كانت حلوة. الشامبو والبلسم، الشامبو ما كانش احسن حاجة يعني، كان عادي اللي هو ضد القشرة، لكن الشامبو العادي بتاعهم كان كويس. البلسم كان ترطيبه حلو، وفي كمان الكريم بس هو مش عندي حاليا، برضو مش عارفة فجأة اختفى فين في البيت، بس انا كنت اتكلمت عنه قبل كده كتير. الكريم كان حلو جدا وريحته حلوة وبيظبط شكل الشعر الكيرلي، بيتحكم في الشعر، بيخلي الشعر كويس. شامبو البلسم بتاع ايفا اللاين بتاع الشعر الكيرلي ما عجبنيش، وده كان اسوأ حاجة فيهم. ما كانش بشع قوي، بس ما كانش الواو اللي انا كنت مستنياه مقارنة بقالو ايفا وايفا والاي كرياتين والحاجات دي، بس كان تمام شغال يعني. بعد كده بديل الزيت بتاع ايفا على فكرة كويس مش وحش. الازرق ده كان كويس بيرطب الشعر. الاخضر برضو حلو، واللونه بينك، اللي لونه بينك للشعر مصبوغ، وده بيساعد شوية على فرد الشعر. كان ترطيبه اعلى واحد فيهم من اللي لونه بينك، وبعد كده اللي لونه ازرق، واخر حاجه اللي لونه اخضر، ده اكتر للشعر الدهني، بس ترطيبهم كويس وكان سعرهم كمان حلو، بس مش بيظبطوا قوي الشعر الكيرلي. بعد كده الماسك بتاع الو ايفا بصراحه اللي هو بالصبار، انا عايزه اجيب اللي هو بالصبار وزيت الارجان، عايزه اجيب اللاين اللي هو تبع ده. بس على العموم ده كان عادي، كان كويس بيرطب الشعر، بس مش اقوى حاجه، مش بيعالج جفاف الشعر يعني والكلام ده، بس تمام شغال. منصحش قوي بيه غير لو انت شعرك جاف قوي، سوري شعرك دهني، لكن لو شعرك جاف قوي مش هيعمل نتيجة قوية يعني. وبس كده يا حلوين، ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم على خير فيديوهات تانية كتير.